كنت بقول ان احنا شايفين طول الوقت ان احنا غلط، اللي هي فكره برضو جلد الذات، ده موجود في الصحافه العالميه، لكن خلينا نعترف بحاجه مهمه قوي، انه يا جماعه الصحف لا يمكن ان تقاس ولا تحاكم ولا تقيم بالتجزئه. انت بتتكلم عن منهج عام، عن تراكم، عن سياسه تحريريه ايام طويله وسنوات وشهور وغيره، لانه في الاساس قد تخطئ خطا في يوم لكنه ما يصبحش ظاهره ولا منهج عندك، لانك انت بتنتج مثلا 40 50 الف كلمه في اليوم. طبيعي ان محرر عندك ممكن يغلط، لكن المشكله الاساسيه فين؟ المشكله الاساسيه ان احنا لما نيجي نتكلم نقول الصحافه المصريه الصحافه المصريه الصحافه المصريه، انت ما تقدرش اطلاقا تنفي ان اللي حصل النهارده في حزب الوفد من التجربه اللي عاجبه الناس دي كلها، ده جزء من الفضل فيه لوجود صحافه جديده في مصر. لان الاول زمان ما كانش الناس بتسمع الفيردكت او الحكم ده. انا عايز اسمعه من الدكتور مأمون. خلينا اكمل لك بس الراجل ده لما فكر سياسي 10 ثواني اقول لك سياسيه. حلو جدا. طب انا هكمل لك طيب. هكمل لك صراع النخب السياسيه غير المنضويه تحت لواء النظام ما كانتش الصحف القوميه او الحكوميه بتعكسه اطلاقا، كانت بتعكسه من الفيو او وجهه نظر الحزب الوطني او النظام الحاكم. انا هكون سعيد جدا وبالتالي هكون سعيد جدا جدا يا مجدي لو فعلا انا سمعت انه في التحليل الاخير هيدخل في تحليل واحد زي الدكتور مأمون فندي انه فعلا الصحافه قارن. في مصر حاليا، وضع الصحافه في مصر حاليا ادى الى انه بعض الظواهر الايجابيه سياسيا حصلت. الكلام ده مظبوط؟ قبل ما اروح لمظبوط ولا مش مظبوط، خلينا اقول نقطه. النقطه الاولى اللي هو نقطه التسريب اللي انت ذكرتها فيما يخص المثال بتاع الجاردين اللي هو بتاع الجاردين، اخذوا ليد ستوري لانه التسريب مؤكد، زي ما التسريب اللي اخذته نيويورك تايمز من 3 ايام لان الولايات المتحده الامريكيه ستتخذ اجراءات خاصه ضد القاعده وترسل جيش خاص سري قبل الخطه ما تعلن. بس نيويورك تايمز استطاعت بجديتها الصحفيه ان تاتي بالخبر ده وتحرج الحكومه الامريكيه. انتوا عندكم خطه سريه وان كنتوا هترسلوا ناس لليمن وجيوش خاصه في باكستان وفي الشرق الاوسط وما الى اخره، وهي خطه عندنا ملامحها ومن مصادر نمسكوا فيها. ده مش موجود هنا. ما اقدرش يطلع حاجه. استاذ مجدي انزعج، في تعبان لا تاخد دلوقتي. لا 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 بس اديني فرصه استاذ مجدي، ما ادانيش فرصه لو سمحت. لا لا ما ادانيش فرصه يكمل الجمله واديني فرصه اكمل. اكمل اتفضل. طيب اتفضل الوقت بس مش هسهل. لا 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 معانا الوقت لا مسعفني ومش الحركات بتاعت غير انه لا لا من ايام ما طلعت صحيفه مجله الشراع بريكنج ستوري فيما يخص الايران كونترا في منطقه الشرق الاوسط، لم تحدث انه صحيفه وقعت نظام او وقعت حكومه او شالت وزير. ما حصلش ان صحيفه شالت وزير في مصر. ما حصلش انه صحيفه بمعنى انك انت مش شالته بانك انت اتهمته. لا ده انت عندك ستوري ما تخرش الميه جبته فيها الارض لانه انت صحفي محترف. ما حصلش ده. النقطه الثانيه، لحد الان الاستاذ مجدي رغم ان هو بيقول لك ان احنا غيرنا، لحد الان شبه الصحف الخاصه شبه صحف الحكومه اذا ما نظرنا للاقاليم. الاثنين يتجاهلوا. ده الراجل لسه مطلع جورنال عن اسكندريه في طبعه. ده والشروق كمان. لا انا بتكلم عن المناسبه، بتكلم عن ناشونال اديشن على النسخه الوطنيه. انت ممكن تطلع صحيفه محليه في مكان ما. انا بقول المصري اليوم يعني فين صفحه المحافظات اللي بتعملها الاهرام؟ المفروض ان انا الاقي في المصري اليوم 5 صفحات. طيب اقول بقى للمحافظات 5 صفحات مش صفحه. يكمل بس لا يشفع خلاص النقطه دي. أوكي. لا يشفع له هذه النقطه. طيب نخلي بس استاذ مجدي يرد عشان ما يتوهش النقطه. اقول رقم واحد فيما يتعلق بنيويورك تايمز، الدكتور مأمون تناقض مع نفسه من البدايه، قال ان ده بتاع الجارديان ده تسريبه وبتاع نيويورك تايمز شطاره. لا تسريبه. لا الاثنين تسريب. تسريبة. اذا فتسريبة مش شطارة صحيفة. بعد كده احنا حولناها لشطارة صحيفة، ده تسريبة مقصودة. وحضرتك عارف الادارات الغربية بتشتغل ازاي على المستوى العالمي. الامريكان في شغلهم مع ايران وغيره اللي ما يفرقوش عن امن الدولة في اي حاجة في الدنيا بيسربوا حاجات لانهم بيشتغلوا السياسة.
خليني اقول لك لا لا بس الصحفي بيختلف الصحفي بيختلف انا عايز اقول ما يقدرش يعدي التسريبه واحده يا استاذ مجدي ده صحف تابعه لجهاز السي اي اي يا فندم لا لا ما يقدرش يتعدي لا 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 اولا انت ده خطير انت تابع السي اي اي دي قصه بقى سيبك المصري اليوم تابع السي اي اي انت لوحدك انت لوحدك معروفه لو عشان تبص في الثمانينات كانت تابع مين والتسريبات بتطلع مين يا جماعه احنا هنهزر طب خليني اقول لك لا لا بس الدكتور محمود فندي قال لك ده ما بيحصلش في مصر انك تحرج الحكومه لا لا مش تحرج تشيل وزير توقع وزير اقول لك اوقع وزير اقول لك وقعت وزير امتى اقول لك انا النماذج احنا بنتكلم دلوقتي عن قدرتك على انك تحط وزير امام الراي العام والاداره الحاكمه وغيره امام فضيحه ومشكله وتشيله او ما تشيلوش دي قضيه النظام ده الفرق يا دكتور مأمون لا لا ان هو ما يستحملش خلينا نكمل ممكن يتحجم ايوه استنى بس يا دكتور بس خلينا نكمل بس طب اوضح النقطه هو انت بتحاسبني ان انا صحافه مصريه مع اداره امريكيه ولا مع اداره مصريه هو في حد بيشيل وزير عشان جورنال يا دكتور مأمون لا لا ما اقصدش كل اللي انا بقصده اديك نماذج طيب. المصري اليوم المصري اليوم الصحافه عملت ايه طب بس انا عايز استاذ مجدي بيسال وبيرد على نفسه هقول لك نماذج ادي الفرصه عشان هو عايز ما جاوبتش على الاسئله يا استاذ هو عنده احساس بانه ما وصلتش النقطه بتاعته قاعد على الهواء دلوقتي حضرتك قاعد على الهواء دلوقتي بتتكلم بحريه شديده جدا جدا وكل التلفزيونات بسبب الكشف شطارت بقى نيويورك تايمز كشف المصري اليوم السنه اللي فاتت عن مشروع قانون البث الفضائي اللي كان منه اربع نسخ سريه في مصر في ايد اربع مسؤولين وكشفت عنه المصري يوم وتم تعطيل القانون بسبب كشف المصري يوم عن هذا القانون اللي كان هيتقفل فيه الفضائيات اوكي ده كان يشيل وزير ولا لا يا دكتور معمون البث البث بالسين كان البث أيوة قالوا لهم بس خلاص وقف ولسه قايلين بس كون ان النظام ما شالش الوزير دي مش قضيتنا لكن انت كشفت عن نسخه من اربعه موجودين في مصر كلهم ده واحد اثنين خليني اقول لك هو في الاساس مين اللي فتح قضيه مع المهندس محمد ابراهيم سليمان من بدايه ما هي الصحافه مين في الاساس فتح قضيه تصدير الغاز لاسرائيل ما هي الصحافه كون النظام احنا عملنا حمله جديده جدا عن تصدير الغاز لاسرائيل والاسبانيا وغيره والكلام ده باسعار اقل من الانتاج وجبنا وقائع ودوكيومنتري ومعلومات كون النظام ما شالش دي مش قضيه الصحافه انت بره لو وزير ركب طياره بتذكره كانت اكونومي ورفعها الفيرست من جيب الحكومه فيها 300 دولار الحكومه بتشيله خلينا برضو انا هضيف بس على الكلام اللي قاله الاستاذ مجدي برضو انه كتير من الاستجوابات اللي بتقدم في مجلس الشعب مبنيه على الصحافه عمل صحفيين صغيرين هو كل يوم قالت صحيفه كذا 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 انا مش ده بس لو يسمح لي انا مش بدافع عن الجرايد لا 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 انا بنخلي الدكتور مأمون بقى انا ما بقولش ان الدنيا سودة بالطريقه اللي انت بتصور يعني بالعكس انا بشيد مثلا بالمصر اليوم في انها عملت فولو اب لزيارات جمال مبارك للاقاليم وطلعت نسخه ثانيه من اللي اتقال بمعنى انه اللي اتقال يوم الزياره شيء واللي الناس بتقوله في الحقيقه من غير الفيلم الاعلامي شيء اخر ده تميز مفيش كلام وده يحسب لمجد الجلاد المصري طب ده يشيل وزراء ومحافظين ولا لا ماليش دخل انا مش انا كل اللي انا بقوله لك ان انا بقول لك كويس بس في نفس الوقت لازم تسمع مني لما اقول لك في حاجات مش كويسه جميل طبعا الحاجات اللي مش كويسه الحاجات اللي مش كويسه اللي يجب ان احنا نقبلها انه اول حاجه نتخلى عن فكره انه نقد الذات ده مشكله وانه ده يصبح جلد الذات لا لا لابد انه قيم صفحتها انا هقول لك حاجه هو بصراحه جدا يا استاذ مجدي انا لسه كنت بقول للاستاذ هو ايه جلد الذات عشان اسمه مجد الجلاد احنا الجورنال الوحيد اللي بينشر كل يوم اخطاءه ويعتذر عنها لا لا هو في بتنشر تصويبات وبنعتذر واخطائنا في كذا مش دي عندنا اخطاء كتير يا دكتور خليني اقول لك ازعل خليني ازعل كل اصدقائي في مصر يوم النهارده طبعا يا ريت انا لسه بقول لصديقنا يسري فوده إن والله أنا قريت صفحات الرأي في المصري يوم النهاردة وأنا بكتب في الرأي أنا بصراحة يعني لما بتكتب في صفحات رأي إنك أنت يبقى في رأي بقى اللي هو حراق وأنا جايبه مخصوص عشان يولع الدنيا أو عشان يعمل حاجة أو عشان الرأي ده خاص أو مختلف لا كانت برضو زي الأهرام زي فرح العمدة برضو النهارده كلام عام عدد النهارده ولا بصفه عدد لا لا عدد النهارده بقول لك عدد النهارده يا دكتور ما اسمح لي اقول لك النهارده الجمعه ما فيش صفحه راي في المصري اليوم وده الكلام اللي قاله الاستاذ اسامه سراي يا فندم طيب النهارده الجمعه الاجازه والجمعه الدكان قافل يوم الجمعه ايه المشكله المشاهد اللي في مصر المعموره كلها وفي الدول العربيه والعالميه والدوليه ولو جاب لي صفحه راي في المصري اليوم النهارده هديله مليون دولار النهارده الجمعه
انا قريتها في الطياره النهارده، قريتها في الطياره. دي نقطه فنيه نعديها، نقطه فنيه. انا اتمنى على الصحافه المصريه بشكل عام ان تكون صفحه الراي لها فريق، يعني فريق الراي في نيويورك تايمز 20 واحد. طيب انك انت تستكتب كل الناس. طيب وبشكل احنا انا عايز هقول لك نقطه اخيره. بس نقطه اخيره، احنا كان لدينا موضوع ساحه الرئيس. كويس. ساحه الرئيس سي ان ان عندها سانجي جوبتا اللي هو الميديكال كورسبوندنت، المراسل الطبي، هو طبيب. لا يوجد طبيب مراسل طبي في الصحف المصريه كلها. فبالتالي انت عندك حدث طبي في المقام الاول بيكتبه خريج تجاره. طيب واحنا مش عارفين يعني الموضوع. الخص كلام حضرتك مساله ال